ديديف كيت هيرو ان ويبت رامبت، ديديف كيت هيرو ان ويبت رامبت، يعني يتعطي غيرها يوم راس السنة، يتعطي غيرها يوم راس السنة. ازاي؟ ادي الدال والدال، ديد ديد يعني يعطى فليعطى، واف يعني هو فليعطى هو. طبعا دي دي ممكن تبقى دي في يعني في كلمات تانية بتبقى دي نطقها دي على حسب السياق والمعنى. فهنا ديدل بالشكل ده معناها فليعطى، ديدف فليعطى هو، فليعطى هو يتعطي ايه؟ كت، كاف ت، كت يعني اخرى غيرها، يتعطي غيرها ايا كان الحاجه دي اللي هياخدها، يتعطي غيرها. هرو يعني ايه؟ يعني يوم هرو. طب ما هرو دي معناها كمان معناها يوم، ومعناها يوم الصبح يعني نهار او الصبح. طب ما هرو ممكن تكون اصل نهار العربي، لان كلمات كتير اصوات كتير قوي مشتركه، مش كده؟ الهي والري وزاد عليها النون، فهيرو اصل نهار. لا ده انا عندي كمان كلمه هيرو في الياباني اللي معناها نهار، اللي معناها اليوم يوم الصبح، وهيرو بالياباني هي هيرو المصري القديم. شايف البعد وشايف القرب، بعد المسافه الجغرافي والقرب كلمه. هيرو في الياباني هي هيرو في المصري القديم بنفس المعنى بنفس النطق تقريبا، يعني هنا هيرو هيرو هنا هيرو. طيب هيرو يعني نهار، يتاتي او بتيجي معنى يوم كمان. طيب يبقى يتاتي اخرى يوم بتاع ان بتاعها دي علامه ويبت ريمبت، علامه مركبه. طبعا ويب لوحدها معناها يفتح، ويبت ويبت ليها عده معاني، ويبت من ضمن معانيها ارن قرون يعني، وما اقول قرن السنه يعني اعلى حاجه في السنه، قرن الحيوان هي اعلى حاجه فيه هي بدايته، فيمكن جت من هنا الفكره. لكن كمان ويبت معناها ايه؟ معناها ويبت معناها فتح، زي ما اقول مثلا ويبت را، ويبت را دي تقصد فتح الفم. او اقول ويبت كمان معناها ويبت معناها قرون، ومعناها راس، ومعناها قمه. ويبت معناها قمه، فقمة السنة هي رأس السنة، تمام. فويبت ريمبت هنا معناها هي رأس السنة. طب ويبت ريمبت دي افتتاحية السنة أو قرن السنة أو بداية السنة أو رأس السنة، ويبت ريمبت مش ممكن جدا تكون هي أصل كلمة رأس السنة عندنا؟ رأس السنة ويبت معناها رأس، من ضمن معانيها رأس، رأس أو قمة. طيب ويبت ريمبت رأس السنة، وإن ويبت ريمبت في رأس السنة، وهيرو إن ويبت ريمبت يعني يوم رأس السنة، و دي اف كت فليعطى اخرى، يبقى دي اف كت يعطى اخرى. هيرو النبت نوبت ريمبت يعني في يوم راس السنه، فليعطى اخرى يوم راس السنه. ديد اف كت هيرو ان ويبت ريمبت، ديد اف كت هيرو ان ويبت ريمبت.